بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. فإننا في لواء الإسلام نبشر أمتنا عموما وأهل طرابلس الشام خصوصا، وقد وعدناكم بأن دماء إخواننا ذمة في أعناقنا، وها نحن نفي بذمتنا، وضمن سلسلة تطهير مدينة دمشق وريفها، فقد تم تحرير مدينة الريحان كاملة من كتائب وعصابات الأسد، بالإضافة للحواجز الداخلية والخارجية، وتم بحمد الله عطب المدرعات الموجودة واغتنام ما تبقى منها من ذخائر وأسلحة خفيفة. ورغم انتشار القناصة ضمن المدينة، إلا أن الله سبحانه وتعالى مكننا منهم، وأسفرت المعركة عن قتل الكثير من عناصر الأمن وجنود الأسد، ولاذ آخرون بالفرار. وإننا في لواء الإسلام نكرر دعوتنا إلى جميع الكتائب التابعة للنظام بالتسليم حفاظا على أموال الدولة والأمة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر، الله أكبر.